اول الناس اللي مش ظاهره في الشاشه. صحيح. طبعا في مقدمين برامج كتير ومحللين، ولكن في ناس خلف الكواليس بصراحه تعبت جدا، وبصراحه من الناس دي شجعتنا ان احنا نبقى مركزين قوي، ان هم فعلا مركزين قوي. مزبوط. فعلا الناس مركزه جدا من اكبر واحد لاصغر واحد، ومركزين بحب. ده اللي انا قلته امبارح. يمكن احنا كمان كنا قريبين منهم اخر اربع خمس ايام، بس هم من قبل كده. يعني هم من قبل كده كمان شغالين فتره طويله. صحيح. فلما هو كمان بيوصل لك ان انا بعمل حاجه حقيقيه، وهو مبسوط. حتى وانت بتعمل لبسك، وانت بتحضر ورقك، الناس كلها بصراحه، يعني كنت لسه بتكلم الصبح، الناس كلها مبسوطه وهي بتشتغل. مزبوط. مش حد بيقضي واجب. وده المفروض اللي احنا تربينا عليه جوه النادي، ان كل واحد بيعمل حاجه بحب، وان الاهلي ما بيعرفش يعمل حاجه 50-50. ماتش ودي، قناه، اعلان، اي حاجه بتتعمل ما بيعرفش. يعني الناس ما تقدرش تتنازل عن 100%. الناس طول الوقت عايزه النادي الاهلي، 100% من النادي الاهلي. فده اللي احنا يعني بقى على عاتقنا حمل كبير جدا بعد اللي حصل امبارح. اعتقد نسبه المشاهده هتزيد كمان، ان احنا بنقدم حاجه محترمه، بنقدم اعلام محترم. صحيح. راقي. واعتقد ان حتى الاستوديو بتاعنا الناس اللي موجوده كلها قامات كبيره، وناس على مستوى راقي ومستوى عالي من الخلق. فاعتقد هنقدر نقدم حاجه كويسه ان شاء الله، وبقى دافع لينا اكتر ان احنا نقدر نقدم احسن حاجه ان شاء الله. نحن نختلف عن الاخرين ان شاء الله.